السلام ومرحبا بكم. تلاملت السابع الأساسي في فيديو جديد من درس المواد المستعملة. اليوم باش نصلحوا مع بعضنا النشاط رقم 6 اللي هو متمثل في تجربة ناقلة للتيار الكهربائي ولا ناقلية الكهرباء. قبل ما نبدأ الإصلاح ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتبارتاجيو الشان مع أصحابكم باش تعملوا الفايدة على الجميع. وشكرا. نبدأ مع بعضنا في الأسلحة. تعرفوا المعادل أن جميع المعادل ناقلة للتيار الكهربائي، ولكن اختلطت عليها الأمور في مادتين ورق الألمنيوم والزجاج، ولرفع اللبس اللبسي بقى معادل للتجربة التالية، يعني لأنه لرفع الشك هذايا قام عادل بالتجربة التالية. إذا هذا هو ورق الألمنيوم، وهذا هو الجهاز المتريكس، هذا نوع من جهاز الأمبرمتر اللي سموه الواتمتر هذا الفرنسية. نقوم بوضع هذا في ناقلية التيار الكهربائي، هذا الزر اللي نقوم بتدويره إلى هنا علامة نقل التيار الكهربائي، ونأخذ طرفي الجهاز ونضعه في ورق الألمنيوم. ألاحظه وأستنتجه. بالطبيعة هنا تجربة، وهنا نجم نجربها في الدار التجربة هذه، وإلا في مخبر التكنولوجيا. عندما نضع ورقة الألمنيوم ولا قطبي الجهاز في ورقة الألمنيوم سيقوم بإصدار إشارة صوتية، إذا يصدر الجهاز إشارة سمعية ولا صوتية كيف. المادة تنقل التيار الكهربائي، نعم. إذا نعم، الإجابة نعم. لهنا لاحظوا اللي ورق الألمنيوم قام بنقل ينقل التيار الكهربائي. إذا هي مادة معدنية. ما هي المادة المعدنية باستعمال هذا الجهاز؟ يعني هي ناقلة للتيار الكهربائي. نتعداو للجزء الثاني متاع النشاط ولا متاع التجربة. هذا هو الجهاز على خاصية المؤشر الصوتي، ذي خاصية المؤشر الصوتي، وننجز التجربة التالية. سنقوم بتعويض ورقة الألمنيوم بقارورة زجاجية، يعني بالبلار زجاج. إذا نفس التجربة، لكن سنقوم بتعويضها بهذه القارورة. وعندما نضع المؤشر الصوتي هنا بتاع الجهاز هل يصدر صوت؟ لا طبعا، ولا ينقل عبارة غير ناقلة للتيار الكهربائي، وبالتالي هي مادة غير معدنية. هذه تجربة تمكن من التعرف على طبيعة المادة. أقوم الآن بالإجابة على جميع الأسئلة عن النشاط رقم 6، وهذا يكون في شكل تجارب في المخبر أو في المنزل. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات قادمة.